حفظ دونتيس تاع كورونا نهار سيب برناو سيب ساوة 8 مرات خوها دي سيمان وهي باش مريضة واليوم تزاد عليها الحال ما تطناوش وهي مخنوقة كنعيطوا على اللومبيلونس كنعيطوا على أي حاجة تاع الإسعاف كنعيطوا لهم كنقول بلي ما كايناش بلاصة لا حنا جايين لا حنا ما كايناش بلاصة معناتها ما نديرو لك كان ديرو خويا حنا بغينا غير نعطفهم بغينا لا نصوروا لا حتى حاجة بغينا غير نعطفهم يقول لك من هنا الغدا ولي بعدو عاد نشوفوا البلاصة باش نجيو نديوها ما عرفنا من هنا الغدا شنو يبقى. أول حاجة السلام عليكم، الله يجازيكم بخير. حنا عندنا واحد الحالة هنايا اللي واحد الحالة يرثى لها، داو واحد السيدة دابا شي سيمانة باش داو السيدة، والبارح داو راجلها، ودابا باقي ربعة الناس وحدة فيهم راه طايحة من عوشلك في واحد الحالة يرثى لها. حنا عيطنا اتصلنا بالناس، الدراري ولاد الدريبة كلهم كيتصلوا بالناس باش يجيو يديروا لها شي حاجة، يجيو يديوها ولا يشوفوا شنو يديروا لها، حتى واحد ما جا. ما كاين حتى شي واحد سمع لينا، جا المقدم عيطنا للقيد، وقفنا البوليس هنا في الدريبه الله يرحم لكم الوالدين شوفوا اش ديروا معانا، والو، السيده الفوق ما نعاودش لك موقفه، ولينا خايفينها تخرج، حنا خايفين عليهم هما وخايفين على راسنا. واحد السيده عندنا هنايا راه كانت دابا شي سيمانه داوها مشات دارت التحاليل ديالها على حساب كورونا، خرجت لها التحاليل ايجابيه، داها ولدها في الموطور يعني ما جاتش شي امبيلونس ولا شي حد اللي جا داها، المهم تا ولدها تا دازت ما عرفتش ثلاث ايام خرجت لي تا هو التحاليل داوه. دابا مرش ولدها وولدها وبنتها ودريه صغيره عندهم في الدار، مرش ولدها طايحه الكاو فهمتيني طايحه الارض كتعطس بالسخانه وطلع علينا ولدها من الفوق قال لنا شوفوا لينا شي حل، راه ما كاين حتى شي واحد ما بغى يجي، كنصونيو ل 141 كيقول لك شخصوا لنا الحاله ديالها ولا عيطوا للمقدم، قال لهم حنا بغينا غير السيده تجي امبيلونس تجي ديها ولا شوفوا لها شي حل، ما بغات حتى شي واحد عطانا شي حل، مشينا للسبيطار محمد الخامس دوينا معاهم واحد الراجل السلطات دوينا معاه حتى هوايا ما بغاش يعطينا حتى شي حد ما بغى يعطينا شي حل، كيقول لك سير المندوبيه مشينا لواحد البلاصه تما قال لك المندوبيه مشينا دوينا ما كاين حتى شي حل حتى شي واحد ما بغى يهضر معنا ولا يعطينا وقت. حنا دابا كنطالبوا عندنا والدينا هنا وعندنا خوتنا والناس ديال الدرب عندنا وليدات صغار وكاين اللي مريض بالثقه بشحال من حاجه بغيناهم غير يجيو جيراننا راه تقريبا راه كلشي غادي نتعادى وهاد الناس خايفين على الناس ديال الدرب ما شاء الله ما كيخرجوش ماشي شي ناس الاجتماعيين يعني كانوا اجتماعيين كلشي غيتطلع. حنا بغينا دابا امبيلونس تجي لهاد الناس يجيو يديوهم ويجيو عقموا لهم الدار، ودابا ملي جاو داوهم والدري ملي مشى حتى هوايا ما جاو لا عقموا الدار لا والو، يعني ما كاين لا تعقيم لا حتى شي حاجه، والغالب الامر في هذا الشيء عندنا سوق هنايا في الدرب، يعني غتخرج هاد السيده مشات خرجت للسوق ولا مشات على رجليها للسبيطار راه كلشي غادي تطلع، وغنوليو في مشكله. حنا كنطالبوا من السلطات تجي دير لنا شي حل، وحنا ملي كنعيطوا ل 141 كيقول لنا كيصحابونا كنتمركنوا بهم، قلنا لهم عطيوكم لي كارت ديالنا ولا اللي بغيتو، يقول لك لا سير عاد المقدم، مقدم مسكين جات لهنا تا هو كيعيط لهم والو، حتى شي واحد ما بغى يعطينا شي حل، المهم دارت شي هضره المقدم قال لنا حكا راه باقي البلاصه ما خواتش، واذا ما تجي فين تخوا هاد البلاصه هادي تاع عمارات السيد، وكيقول لك هما سد عليك في دارك، حنا سادين لنا في ديورنا، اشنو غادي دير ملي غادي تمرض؟ كي غدير كتعيط لهم في التليفون حتى شي حد ما غادي يجي عندك تموت في دارك عاد بديك الساعه يلقاو الحل، راه خاصهم يديروا شي حل يجيو يشوفوا من حالنا في هاد الزنقه هادي، ولا الا راه كلشي غادي يمرض هنايا. خويا ديال الحاله هي ديالها حرجه، نهار دارت هاد السيس وهي مريضه، نهار مشات الوالده كانت مقابله مين مشات وهي مريضه، الحاله ديالها اليوم حرجه، ما عندي ما نقول لك مخنوقه الناس ما كطلعهاش حتى سقفاتينا ما عرفنا ما يديروا لها. حنا عائله حنا بعد هي بوحدها شادين عليها في البيت، بنتها بعدها معانا حنا ما عرفنا ما نديروا، التيست درنا هذه سيمانه باقي ما خرجت لنا لا روزيتا تاعنا حنايا لا تاع امامي. ما عرفنا ما نديروا اخويا، بغينا حنا غير لومبيلونس تجي تعتقد بها. كنعيطوا لومبيلونس كتقول لك لا راه ما غاتجيش نهار حتى الغدا ولا بعده. من هنا الغدا ولا بعده ما عرفنا شنو كاين، ما عرفنا واش تبقى حيه ولا نمشيو ندفنوها في المقبره. ولينا يشوفوا شنو يديروا مع السيده حيت مريضه يديوها باش يلاه يبداو معاها العلاجات ديالها قبل ما تولي في شي حاجه اللي خايبه، حيت الا مشات تخرجت دابا مشات على رجليها راه غادي تولي هاد البلاصه بعدا كاين غتولي بؤره، حيت هنا كاين سوق عندنا سوق وكيجيو الناس برانيين ماشي غير كيخرجوا غير الناس ديال السيكتور، راه كيجيو الناس من اي قنت كيجيو هنا لسوق السلام، هذا راه سوق السلام هذا مني غادا تخرج هي راه اذا سوق السلام كله غادي يطلع، الناس اللي كيجيو كاع لسوق السلام غادي يطلعوا، الله يجازيكم بخير، حنا كنطلبوا من المسؤولين يديروا معنا حل يجيو يديو هاد الناس كاملين ماشي يديوها غير هي حيت هي في واحد الحاله وحق الاخرين تسناو تخرج لهم توجد لهم البلاصه، لا يجيو يديو الناس كاملين اللي كاينين في الدار باقي ربعه الناس ومعاهم بنيه عدة 6 سنين، الله يجازيهم بخير، حنا كنطلبوا من المسؤولين يشوفوا من هاد الناس والسلطات، حنا راه دوينا معاهم راه والو راه ما كايناش شي اذان صاغيه الصراحه، حنا دوينا وقفناهم نيسا دابا وقفوهم الدراري كلهم ولاد الدريبه وقفوهم هنايا وقفوا معانا واحد شويه مابقاوش بانوا لينا مشاو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي.
ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.